اليوم غادي نتكلمكم على جوج ديال الاشخاص من هذه العصابه، ماشي نظرا لاهميتهم، ماشي هما اللي في الطليعه ديال العصابه، ولكن على الظرفيه الحاليه ديال المغرب. كاين تصويت على الميزانيه، كاين الغلاء ديال المعيشه، وكاين مشكل ديال المحروقات اللي ما بغاتش تتحل في المغرب. ضروري غنتكلم على الناس المعنيين بالمحروقات، المعنيين بالميزانيه ديال الدوله. اي غادي ندوي على السي فوزي القجاع، وغادي ندوي على عبد العزيز، كنظن ما كيسميش راسو عبد، كيسمي راسو عزيز اخنوش. باش تعرفوا على المغاربه، فوزي القجاع كان خدام في وزاره الماليه، وكان خدام في القسم الميزانيه، وكان مسؤول لان في وزاره الماليه لا فيما يخص ميزانيه السير ولا فيما يخص ميزانيه التجهيز، هي بالقطاعات. والقطاع اللي كان عند فوزي القجاع هو القطاع ديال الفلاحه. و اخنوش وزير الفلاحه. هنا فين غادي يبداو يتفاهموا مع بعضياتهم. نظرا للتدخلات اللي عند هاد السيد هذا، كندوي على عزيز، جبد معاه الميزانيه ديال السياده. ما معنى تكون مسؤول على قطاع ديال الميزانيه ديال السيادات؟ كتعطيك واحد النفوذ، واحد اتصال مع القطاعات الحساسه اللي مرتبطه بالسياده. والفهم يفهم. شنو داروا هاد الناس هادو؟ هاد الناس هادو مدة سنين هما كيتبرعوا من الوفاة ديال المرحوم حسن الثاني بما يسمى صندوق المقصة. صندوق المقصة كنحلم ما كنت نثق بها، ولكن انا عندي واحد الاشكاليه اللي هي سهله بزاف. انا هادشي اللي غادي نقول لكم ما جبدتوش من راسي، هادشي اللي غادي نقول لكم شكون اللي قالوا قبل مني. هادي خلاصه ديال ما قاله جدو في المجلس على الحسابات، واللي قالت السيده بناني اللي كانت على صندوق المقصه، واللي قال بن كيران، واللي كان قال لنا حتى الوفاء الله يرحمه مسكين. لا يراقب شيئا. هما كيعترفوا بان ما يمكن لهمش يراقبوا صندوق المقصه. فصندوق المقصه كيفاش كيخدم؟ عنده ما يسمى ان بري دو ريفيرونس، ثمن استرجاعي مرجعي. هذا الثمن المرجعي كيفاش كيديروه؟ كيقول لك السوق ديال روتردام، انا كنتمشى باش كندير الحساب ديالي على حسب الثمن ديال المحروقات في السوق ديال روتردام. هذا كاين في القانون، ماشي كنخربق، كاين في القانون هكا داروها. سير انت شري مسروق او شري رخيص، او سير شري من العراق، او شري من عند الاكراد، او سير شري من ما بغيتي، او سير دبر عليه من الامارات ديال الخليج، شغلك. انا كنخلصو لك بالثمن ديال لابورس ديال روتردام، ماشي تجيب لي الحجه بشحال شريته. لان بشحال شريته غتكون خلصت الانسان، وغتخلصو ماشي بالصندوق او بالخناشي ديال الفلوس، بعمليه بنكيه. دونك غتجيب لي الورقه ديال البنك، وغادي نشوف شحال كيتباع في السوق ديال المغرب، والفرق ديال الدعم غنعطيه لك. انا كاع بجيب، وكنقول لك انا كنخلصو لك على حساب لابورس ديال روتردام،
وانت سير دبر عليه بنص تماتك نص تفرق ما بين لا بورس وروتردام. روتردام جبتش ما بين سيت الحقيقي رباح ده راه المغاربه 30 مليون ديال المغرب بزعط ركشط مع راسك كخلوخ. هذه فيما يخص المراقبه، وفيما يخص السلعه القيمه ديالها، فيما يخص الفوليوم ديالها، فيما يخص شحال من طن جبتي، كيقول لك ما انا ما عنديش وسيله باش نراقب، انا الدوله ما عنديش وسيله باش نراقب بشحال من البوابر كيدخلوا للمرسى، وبشحال كينزل كل بابور من المحروقات، لان اللي كيدير المراقبه ديال السلع في المرسى هي الجمارك، وبما انه المحروقات ما كيخلصوش الجمارك كيقول لك انا انا ما كان انا ما عندي ما لا يهمني الامر اللي ما ندخلش في فلوسي عشان نمشي نراقب، ما نراقبوش هي يعني. ما كيراقبوش، في حين ان مرسى وحده كتدخل المحروقات هي المحمديه. دونك المجلس على الحسابات ما كيراقبش، وخدمته هي تراقب الفلوس ديال الدولة. صندوق المقاصة اللي عنده مراقبين ما كيراقبوش. الوفا اللي كان وزير الشؤون الاقتصادية كيقول لك ما عندناش كيفاش نديرو باش نراقبو. وزارة المالية ما كتراقبش. كيف كيتعطاو الفلوس؟